حياكم الله في حلقة جديدة من حلقات يا هلا، نلقي فيها الضوء على أبرز ما جاء في المشهد السعودي التربوي التتابعي. هذه أم القضايا الموجودة في جامعة أم القرى. هذه القضية لم تجد طريقها إلى الحل ولا التوضيح حتى الآن. الطلاب والطالبات الذين تخرجوا هذا العام يشتكون من ضياع مستقبلهم ويطالبون باستثنائهم من الشروط الجديدة، ويحاولون الوصول مع إدارة الجامعة إلى حل يرضي الجميع. يا هلا يفتح الليلة منبره لكل الأصوات، طلاب وطالبات وجامعة، فهل نصل معهم إلى نتيجة مختلفة؟ هذا ما نرجوه من هذه الحلقة ومن طرح هذه القضية. وللحديث حولها يسعدني أن ينضم إلي من استديوهاتنا في جدة الأستاذ، وخلينا نقول الخريج، ناصر الجدعاني، وهو خريج جامعي وأحد المتضررين من هذه الشروط. سيكون معنا أيضا عبر اتصال هاتفي أثناء مناقشة القضية، ستكون معنا عميدة الدراسات الجامعية للطالبات بجامعة أم القرى الدكتورة هالة العمودي، وسيكون معنا اتصال مع إحدى الخريجات وهي سارة، وهي أيضا إحدى المتضررات من هذا القرار. ناصر حياك الله في أهلا. أهلا ومرحبا، كيف حالك أخوي بثري؟ أهلا وسهلا. ناصر، خلينا نبدأ من بداية القضية. أنتم تخرجتم وأردتم أنكم تسجلون في التربوي، ولكن صارت الشروط اللي الكل شافها. كيف تشرحنا القضية في بدايتها؟ أول شيء القضية، احنا خريجين دفعة 34، تخرجي كان في 29 شهر 8، أصدر القرار بالشروط 28/10، فأنا كخريج ما أقدر أني أرفع معدلي. طيب أخوي، نعم، بس علشان المشاهدين يكونوا معنا في الموضوع، ياليت تعطينا الشروط الموجودة، اختبار قياس ودرجته، المعدل، كل الشروط اللي وضعتها الجامعة. معدل 2.75، واختبار قدرات جامعيين 60 65، حد الأدنى للنسبة هي 65، واختبار تحريري ومقابلة شخصية. طيب لما طلعت الشروط ايش كان الأهمة. المشكلة معكم انكم انتم تخرجتم وتجاوزتم حكاية المعدل، انه خلاص تخرجنا وتجاوزنا اصلا السنين كلها، خلاص يعني تخرجنا، ولو اني يعني مستجد بامكانه تنطبق علي الشروط هذه، يعني اقدر ارفع معدلي، اقدر اختبر كذا اختبار قدرات جامعيين يعني. طيب كلمتوا إدارة الجامعة، إيش كان جوابهم؟ كلمناهم، قالوا إنه خلاص هذا شو اسمه قرار وزاري، وما نقدر نعدل فيه شيء، وإن إحنا جهة تنفيذية، اللي تقدرون تستطيعون إنكم يا تسحبون وثائقكم أو إنكم تتجاوزون اختبار القدرات الجامعية. جربتوا في مجموعة منكم دخلوا الاختبار ولا لا؟ والله شوف، أنا قسمي تاريخ، واللي اجتازوا الاختبار هم 5 من الطلاب. طيب الاختبار حق القدرات الجامعية. طيب ناصر، احنا لما نتكلم عن اختبار قدرات الجامعيين، هو نفسه الاختبار اللي يبغى يدخل الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، ولا حاطين اختبار خاص للي بيدخل يكمل دراسة تربوية؟ والله شوف، أنا رأيي من اختبار الجامعيين، لأني أنا قسم تاريخ، وكل دراستي الأربع سنوات في التاريخ والمعارك والغزوات والدول العثمانية، فيوم جيت صادفت في اختبار القدرات الجامعيين هو اللفظي والكمي، إن رياضيات وأوجد ومعادلات فما يخص قسمي ذا يعني. يعني ما جاني من قسمي ذا سؤال واحد، اللي درست أربع سنين ذا كله ما جاء منه ولا سؤال. طيب مين اللي قابلتوه في الجامعة وقال لكم انه هذا قرار وزاري ويا تسحبوا ملفاتكم يا تشوفوا حل؟ والله الدكتور ما اعرف، انا رحت لكلية التربية يوم الثلاثاء، وصادفت واحد من الدكاترة اللي يسوي مقابلة شخصية، وقال لي هذا هو الجواب ده.
يعني أقصد بل ناصر إنه قرار وزاري وحنا جهة تنفيذية ولا يمكن. ما جربتوا تكلموا مدير الجامعة، أي مسؤول رفيع في الجامعة علشان توجهوا اعتراضكم وتطلعوا بنتيجة؟ والله واحد من الطلاب راح لمدير الجامعة بس ما وجده، واللي موجودين قالوا إنه في اجتماع وإنه مو موجود وإن هذا إنه ما نقدر نفيدكم. يمكن كان الاعتراض من جهة الطالبات أكثر من وكلمنا الطلاب. برضو عمادة القبول والتسجيل. أكيد الطالبات ما راح يسكتون عن حقهم لأن ما عندهم فرصة إلا التدريس. طيب إيش قالكم عميد القبول والتسجيل؟ والله قالنا زي ما قالوا الباقية، احنا جهة تنفيذية وإن قرار وزاري وما نقدر نفيدكم فيه. كيف؟ معذرة تعيد ناصر؟ قالوا نفس الكلام اللي قالوا لنا في كلية التربية، قالوا إن ما نقدر نفيدكم، إن هذا قرار وزاري ولا يمكن تعديله، ايه وإن إذا ما اجتازتوه خلاص كل واحد يسحب وثيقته. طيب السؤال، القرار وزاري ما اختلفنا، لكن هل الوزارة أرسلت القرار للجامعة في نهاية السنة بعد تخرجكم، ولا كان موجود عند الجامعة من أول وما أعلنوه إلا متأخر؟ والله هذا والله ما أدري عنه إن كان عندهم، لأن جاني القرار 28/10، القرار حق الجامعة برسالة نصية إن لازم تتوفر الشروط فيك عشان تدخل التربوي. طيب بالنسبة للجامعة، إيش الحلول اللي وضعوها أمامكم؟ ما في حل يعني؟ طبعا أنا أتكلم عن الخريجين، عن اللي تخرجوا، سيبنا من كل الناس اللي حيقدموا على تربوي، ما أعطوكم حل خاص فيكم أنتم استثنائي لكم؟ ما في حل غير، لا 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 لا، ما أعطونا حل غير إنك تسحب وثيقتك بس. احنا نتمنى ان يقولون ان عيدوا الاختبار حق القدرات، حتى لو عدت اصلا انا قسمي تاريخ، ما في ولا سؤال من الاسئله اللي حاطين لي اياها في القدرات، ما في ولا سؤال يخص قسمي اللي 4 سنوات درست فيه. اختبار الجامعيين الآن في قسم خاص بالتخصص، ما في قسم له علاقة بالتخصص؟ لا لا، ما في قسم كلها لفظي وكمي علاقة عامة. ايه بالتخصص، طيب، جربتوا تروحوا للوزارة كلها بما انه لفظي الجامعة وكمي. قالوا لكم ان هذا قرار وزاري؟ جربتوا تكلموا الوزارة؟ لا والله ما كلمنا الوزارة ولا جربنا، احنا اللي سوينا علينا ان اصدرنا هاشتاج نريد التربوي ام القرى، لعل احد يسمعنا في هذا الهاشتاج. وإلى الآن ما صارت أي أصداء عن الهاشتاج؟ ما حد تواصل معكم، حاول يجتمع فيكم توصلوا لأي حلول في الموضوع؟ لا والله ما حد تواصل معنا غيركم انتم، الله يسعدكم. طيب إيش الخطوة القادمة اللي الحين أنتم ناويين تتخذونها كطلاب وطالبات في الجامعة؟ يعني هل بتسحبون ملفاتكم؟ هل بتجربوا تختبروا قدرات مرة ثانية؟ بتروحوا لمدير الجامعة، للوزارة؟ إيش الخطوة المتفق عليها؟ والله الخطة المتفق عليها هي واحدة من الثنتين، يا ان نعيد الاختبار، أيه. وما راح اصلا ما في مجال اصلا انك تعيد الاختبار، خلاص ان الناس صاروا يدرسون خلاص من الاسبوع الجاي نزلت جداول الطلاب، فما نقدر نعيده، لان انا اخر اعادة لي قالوا لي بعد 26 يوم تعيد الاختبار مرة ثانية، طيب ناصر، أنا أستأذنك بس آخذ معي فما يمديني الا كان انتصفت في السنة. طيب أنا أستأذنك آخذ معي على الهاتف صوت من أصوات الطالبات المتضررات، ويمكن اللي تابع القضية كان صوت الطالبات في الاحتجاج والكتابة وتويتر والإعلام يمكن كان أعلى. معي سارة وهي إحدى الخريجات المتضررات من هذا القرار. سارة حياك الله، فيها هلا. أهلين أخوي أستاذ مفرح، حبيت أمسي عليك وعلى الضيوف المتواجدين في الاستديو وعلى السادة المشاهدين. أهلا بك سارة. يمكن تكلمنا مع ناصر شوي حول القضية، لكن أنا أبغى أعرف منك إذا كنتم أنتم قابلتم أي مسؤولة أو مسؤول في الجامعة وحاولتوا توصلوا الحل معه. أول شيء أخوي أنا حبيت أوضح نقاط يمكن ما حوضحها الأخ ناصر الجدعاني، تفضلي. إنه إحنا خريجات جامعة أم القرى العام 1438،
كان تخرجنا في شهر 8 وفي طالبات صيفي تخرجوا في شهر 12، القرار صدر بتاريخ 28/10/1438، اي بعد اللي تخرجوا بشهرين وقبل اللي يتخرجون بشهرين. من ضمن الشروط اللي كانت موجودة أن يكون المعدل التخصصات النظرية 2.75 والعلمية 1.75. طيب أنا تخرجت في شهر 8 والقرار صدر في 28/10، أي منطق وأي عقل يقول أنا حرفع لك معدل وأنا خريجة؟ هذا واحد. الشيء الثاني، أنت كيف تبغين الطالبات الصيفي يرفعوا لك المعدل إلى 25 نقطة؟ معي؟ ما حيقدرون، ما حيقدرون الطالبات، ما حتقدر لك ترفعوا لك في ترم واحد. وانتم تعرفون اي شخص في التعليم الاكاديمي يعرف ان السنتين الاخيره من الجامعه استحاله رفع المعدل اكثر من 2 أو 3 نقاط. هذا بالنسبه للشرط الاول. الشرط الثاني، اختبار قياسي للجامعيين، قدرات الجامعيين. انت سالت الاخ انه هل هذا هو نفسه الاختبار اللي يطلب في الدراسات العليا؟ ايوه هو هذا اللي يطلب. فيفترض انه انا اصلا يعني سابقا قبل ما ننزل الشرط هذا، هذا كان الخيار موجود بعد ما تتخرجين وتاخذين التربوي والتتابع اللي هو حد من حقوق الطالبات بدون اي شروط. طيب انا ممكن بعدين اختبره في على مدار سنه كامله مفتوح لي، وبعدين اقدم على دراسات عليا. ما تجون تضيقون علي في شهر وتقولون لي اختبري هذا الاختبار وتحطون تاريخ للمقابلات الشخصيه في يوم 28 و29. يعني كل اللي عند الطالب اختبار واحد بقياس بس، يا يتقن ويدخل المقابلة يا إنه ما حيتقن وتفوت عليه المقابلة. طيب وبعدها مقابلة واختبار تحريري. أيوة، اختبار تحريري. هذا الاختبار التحريري هم قالوا إنه هذا شروط أو هذا قرار وزاري. طيب معليش، هم اجتازوا أو استثنوا هذا الشرط اللي هو اختبار التحريري. اختبار تحريري أنت كيف تستثنيه وأنت تقول إنه قرار وزاري؟ هذا واحد. ثاني شيء، إذا كان يفترض فيه استثناء فيفترض استثناء اختبار قياس، لأنه هو اللي تعجيزي وفيه ضيق وقت، هم يقولوا اختبار تحليل لضيق الوقت. إيه سارة، يعني أنت تشككين الآن إنه أصلاً ما هو قرار وزاري؟ أيوة، أنا أبغى أحد يطلع لنا ويصرح الكلام من 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 منهم لنا كتسكيت للطالبات إنه هذا قرار وزاري، بينما الدكتور بكري عساف عندما صرح في مداخلتهم في برنامج معالي المواطن ما صرح إنه هذا قرار وزاري. وكان حجته انه الطاقه الاستيعابيه للجامعه لا تكفي. سبحان الله، كيف على مدار 4 سنوات استوعبتنا الجامعه وجينا على السنتين الاخيره ما حنقدر، يعني انه الجامعه هذه يعني ابدا ابدا الاجابه ما كانت منطقيه. نعم. ولا كان مقنع. ساره، مين اللي قابلتوهم داخل الجامعه وتكلمتوا معاهم في الموضوع وايش قالوا لكم؟ بالنسبة لمقابلة في الجامعة احنا ما تقابلنا، احنا نجي وكل قسم يرمينا على الثاني لين اخر شيء قالونا في كلية التربية. كلية التربية انا محدثتكم من الطالبات اللي سألت وقالت لي، حتى عشان ادخل واسأل اضطريت اكذب اقول انا عندي مقابلة عشان اقدر اقابلهم بس. فلما دخلت استفسر قالوا لي معلش احنا بس مجرد جهة تنفيذية زي ما تفضل ناصر الجدعاني، هذه اجابتهم، احنا جهة تنفيذية ما لنا صلاح. طيب نبغى نوصل للدكتوره هاله العمودي، هاله العمودي يا يكون عندها اجتماع يا هي موجود يا انها ما هي موجوده. ايه. يا اخر شيء صارت تستدعي حارسات الامن على الدور اللي هي فيه بحيث انه ما حد يقدر يوصل لها. مين اللي تستدعيهم؟ الدكتوره هاله. الدكتوره هاله العمودي، لما نجي بنطلع نلاقي ايه؟ حارسات الامن على الدرج، ايش عندك؟ ايش في؟ لما اجي بقول لها انا ابغى استفسر عن كذا، ايه؟ ما في وكذا. وناهيك عن المعامله، انا ما حد لا ساره تسمحي لي اوقفك عند هالنقطه. الحين اذا قلتي لحارسه الامن انه انا ابغى اقابل الدكتوره هاله يمنعونك؟ طبعا ايش عندك؟ اول شيء لازم اعطيها كلام باللي عندي. ولا شيء عندي، ابغى اتكلم على موضوع التربه والتتابع. وش ردهم؟ يا استاذ مفرح، اللي يعرف جامعه ام القرى يعرف انه انت عشان بس حتى لو بتعدل الجدول فيها صعوبة عشان انت تلقى الشيء ذا، فما بالك لما انت تيجي تبغى تتكلم او تبغى تعترض على قرار. طيب يعني خلونا شوي منطقيين. طيب شوفي، بخصوص الدكتورة هالة العمودي سارة وناصر والمشاهدين والمشاهدات، انا بقول لكم تجربتنا احنا معها. الان هالة العمودي وعدتنا تطلع معنا علشان تتكلم عن هذه القضية، ومن بداية طيب. الحلقة الى الان وهي ما ترد على هاتفها الى الان. طبيعي. جميل. هذا الكلام اسمعيني بس، هذا الكلام سبقوا اصلا من البارح لين اليوم تنسيقات كثيره مع الدكتوره هاله العمودي ورسائل واتصالات عشان ترد، ويلا ردت علينا.
هذا الكلام كله سبق أيضا قضايا أخرى إحنا كنا نحاول نوصل فيها للدكتورة هالة العمودية تخص طالبات أم القرى ونفس الحكاية. الآن أنت تتكلمي على أنها تكلم الحارسات أنها تمنعكم من الدخول. إحنا في يا هلا جربنا أن ننسق مع وزراء ومع مدراء جامعات ومع كبار مسؤولين وما وجدنا هذا التعقيد الموجود عند الدكتورة هالة العمودي. أنا ما أعرف ليش الدكتورة هالة العمودي تتعامل مع الإعلام ومع الناس ومع الطلاب ومع الطالبات بهذه الدونية وبهذه النرجسية وبهذا الغرور وبهذه الغطرسة. طيب إذا أنت ما راح تطلعي تستطيع أنك تعتذري بكل بساطة، لكن ما هو معقول أنه كل العالم هذولا ما هو معقول أن كل هذولا العالم يا دكتورة هالة ما هم قادرين يوصلوا لك، ما هم قادرين يأخذوا منك كلمة. ترى في النهاية أنت على العين والرأس وعميدة وأهلة وسهلة، لكن في مسؤولين أكبر منك ويتجاوبون. أنت اليوم موجودة على هذا الكرسي وفي هذا المنصب، بكرة ما أنت موجودة. المساحة موجودة عندك من الآن إلى نهاية القضية، إلى بكرة، إلى بعده، أنك تجين وتعلقين وتقولين رأيك. لكن تجاهلك هذا يعني واحدة من طريقتين، وأنا أتحمل هذا الكلام. إما أنه هالة العمودي تحس أنها متورطة في هذه القضية وما عندها شيء تقوله وبالتالي جالسة تتهرب، أو أنها بالفعل تتعامل بهذه الغطرسة والنرجسية مع الكل. سارة أنا بسألك، إيش الخطوة القادمة اللي أنتوا راح تسوونها الحين؟ الثاني هو ما فهم سؤالك. الخطوة القادمة الآن أنتم طالبتم وقالوا لكم إحنا لحظة، هل بتروحوا للوزارة؟ نقدر نوصل لوزارة التعليم ووصلونا عن طريق صوتكم، لأنه إحنا أصلاً لما نجينا عند هذا العمودي على أساس أنها تنزل لنا أو تكلمنا، أنت دحين تقول إنه هي صعب الوصول لها. أنا أقول لك إذا هذا العمودي اغسل يدك منها. لحظة، إذا أنت تتكلم على يومين، إحنا نتكلم على 3 أشهر ما قابلنا هذا العمودي إلا بعد ما تجمهر الطالبات برا وتم استدعاء بكري أساس عن طريق الشرطة عشان نشوف حل مشكلته، وخلى هذا العمودي تيجي مع الطالبات وتحضر معهم في قاعة وأخذت أسماء الطالبات وأرقامهم على أساس إنها تتواصل معهم. تفاجأوا الطالبات بأنها مسلمة أرقامهم للشرطة والاتصال بأولياء الأمور وعملوا محضر وتبصيم في قسم جرول، وهذا أنا الكلام يعني أتحمل مسؤوليته، والكل يروح هذا كلام موثق في قسم جرول وتتأكدون من الكلام هذا. طيب سارة، سارة إذا تسمعيني بس، لأنه يعني الوقت تقريبا اقترب من نهايته معنا، أبغى أسمع منك في نصف دقيقة إيش تطالبون فيه الآن. إحنا نطالب باستثناء دفعة 1437-1438 من هذه الشروط. الشروط هذه على عين وراسي، إحنا ما نضدها ولا ضد هالة عمودي ولا ضد بكري عساس ولا ضد أي أحد. إحنا ضد القرارات والشروط اللي جايين تقولونها، كنتوا نايمين طول السنة وجيتوا آخر السنة وقلتوا هذه الشروط، طيب طبقوها على المستجدين. هذا اللي إحنا نطالب فيه بدون أي شروط، بدون ما يحطوا لنا إنه خلاص نمدد لكم قياس. ما نبغى، إحنا نطالب ولاة الأمر الملك سلمان وولي العهد والأمير خالد الفيصل ووزير التعليم العيسى وكل من له يد إنه يقدر يثني هذا القرار، إنه القرار هذا يستثنى ويطبق على المستجدين. نعم، شكرا، شكرا لك يا سارة. ناصر، أرجع لك ناصر في كلمة ختامية، إيش تحب تقول للجامعة، لوزارة التعليم، لزملائك الخريجين؟ المساحة لك. والله يا أخوي مفرح، اللي أحب أقول أنه يساعدوا أنه يكونون يدهم مع الطالب، لأنهم هم يقولون أن الطالب أول شيء الطالب، وأنهم كل هذا أصلا المالية كلها ما تسعى إلا وراء الطالب، والجامعة كلها ما تسعى إلا وراء الطالب. فحنا النابة حق من حقوقنا اللي هو التربوي، مو تروح تحط لي شروط تعجيزية وأن ما تبغاني أدخل التربوي، تبى تدمر مستقبلي. طيب، هذا هو اللي والله ودي فيها. جميل، أنا يعني أتمنى أن أصواتكم توصل. ناصر الجدعاني، شكرا جزيلا إن شاء الله يا رب حضورك معنا في يا هلا. ناصر الدعجاني. الدعجاني، أنا آسف ناصر، أنا من البارح أقول لك الدعجاني، ها معذرة، حقك علي. شكرا، شكرا جزيلا لحضورك معنا في يا هلا. شكرا لسارة ولصوتها اللي مثل الخريجات. يعني أتمنى قبل ما ننهي هذه القضية أن الدكتورة هلا العمودي تجرب ولو مرة أنها تتنازل شوي وتسمع من الطالبات وتتكلم معهم وتحاول تحل كثير من المشكلات الموجودة عندها في الجامعة. فاصل ومكملين معكم في أحد